خلينا كعادتنا نبدأ معكم أولى فقراتنا بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قام بجولة تفقدية بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام. أيضا تفقد عدد من المشروعات السياحية بالمدينة. كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هو ومرافقوه شاهدوا عرض تقديمي لجميع عناصر المشروعات، وانه الاعمال الجاريه حاليا بمدينه سانت كاترين بتشمل 14 مشروع. خلينا دلوقتي نشوف مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. اخبار كتير حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قام بجولة تفقدية بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، كما تفقد عدد من المشروعات السياحية بالمدينة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة المراحل النهائية للموقف التنفيذي لجميع عناصر مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، تمهيداً لافتتاحه على النحو اللي بيتناسب مع قيمته التاريخية والثقافية، وبيتم تنفيذه بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتابعة مباشرة من سيادته سعياً لتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية. مضيفاً هذه الزيارة جاءت متزامنة كذلك مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقه عرض تقديمي حول جميع عناصر المشروعات. وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه تم الإشارة إلى أن الأعمال الجارية حالياً بمدينة سانت كاترين بتشمل 14 مشروع، بالإضافة لأعمال تطوير مطار سانت كاترين اللي بتتولى تنفيذها إدارة المهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فضلاً عن أعمال تطوير الجانب الجوي. أيضاً امبارح وفي إطار جولته بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة موقف المنصة الجغرافية لمحافظة جنوب سيناء الفائزة بجائزة التميز العالمية في مجال نظم المعلومات الجغرافية. وأكد مدبولي أن إنشاء هذه المنصة يأتي في إطار حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتطوير الأداء المؤسسي بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. امبارح وخلال تواجده بمطار سانت كاترين في إطار جولته لمشروعات تطوير المدينة وموقع التجلي الأعظم، تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقه أعمال تطوير المطار، وأكد أهمية تطوير المطار بالتزامن مع تنفيذ مشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام من أجل استيعاب حركة الطيران المتوقعة والتوسعات المستقبلية للمدينة كواجهة سياحية ودينية عالمية. وتابع رئيس مجلس الوزراء ما يتم تنفيذه من أعمال صيانة وإنارة وأيضاً أعمال الحماية من الأمطار وأخطار السيول بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية على هذا الطريق المهم باعتباره يربط بين المطار ومدينة سانت كاترين ومدخل ليها إلى العديد من المناطق ذات القيمة التاريخية والدينية والثقافية. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، موضحة أن الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 2024 ألزمت شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري مع حظر تحصيلها بأي عملة أجنبية أخرى بخلاف الجنيه المصري، وده بهدف إحكام الرقابة على أداء الشركات السياحية لخدمتها في هذا الشأن مع تقديم أفضل خدمات للمعتمرين. وحذرت المواطنين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية والسمسرة وعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة التي يمكن معرفتها من خلال الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود اللي بتنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية وبيستمر لعدة أيام، وده بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من قادة القوات المسلحة والدارسين بالكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أناب الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
وفي تقليد عسكري أصيل قام الفريق أول عبد المجيد صقر بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة. أيضاً التقى بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم اعتزاز وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بما قدمه الزعيم الراحل من خدمات جليلة لدعم القضايا العربية والإقليمية ومساندة الشعوب في نضالها من أجل الاستقلال والحرية.